راك مشغول. مشاهدي قناة شوف تيفي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. جيب لي الميكرو من الطوموبيل. مشاهدي قناة شوف تيفي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة الإسماعيلية. فاليوم التاسع من مسلسل يوسف الزروالي، اليوم الحلقة التاسعة. كنشوفوا استعدادات في أثناء خو يوسف الزروالي والمناصرين كيحاولوا أنهم يوجدوا اللافتات باش يجيو المناصرين ديال يوسف ويلقاو فين يوقفوا أو يلقاو مواجدين. شنو رأيكم في هذا السلوك؟ طبعا كنشوفوا أن الأخ ديال يوسف اللي كيعلق في هذا الأثناء، شكرا، اللي كيعلق في هذا الأثناء اللافتات هو سعيد المناضل. سعيد شنو كديروا؟ شنو كديروا؟ كنصغدوا الراية، كنصغدوا الراية ديال الملك. كتصغدوا؟ كنصغدوها. سميتك الله الوطن الملك، تنحسبوا ملكنا. الله الوطن، الصحراء صحراءنا، والمغرب مغربنا. الله يطلق خويا الزروالي وهذا النهار، الله يطلق سلاحه وسلاح المسلمين اجمعين. حنا فرحانين، تنتمنوا هذا النهار يكون الفرج ديال خونا الزروالي، ونكونوا فرحانين وكاملين فرحانين، والله الا قلبنا فرحان. وتنطلبوا الله وكلكم الدعوات ليوسف خويا، دعواتكم ديالكم كاملين. الله يطلق سلاح الزروالي، الله يطلق سلاح الزروالي، كلشي يهز يدو يطلب له مسكين الفرج، يخرج عند ميمتو وعند اختها وبفرحتنا وفرحانين. تنصغدو هادشي وغنصغدو مع هادشي هذا. عاونهم، سير عاونهم. اجي بدا كاين، اجي اجي. كيقولوا كنصوبوا ولا كنصغدوا؟ تنصايبوا وتنصغدوا بحال كنصغدوا. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي من امام المحكمه الابتدائيه كنشوفوا ان اخ يوسف الزروالي الان احمد كيوجد رايات ولافتات باش غادي يحضروا الان المناصرين ديال يوسف. هنا كتشوفوا معنا هذا هو اخ يوسف الزروالي على المباشر. هادو البنيتات ديال يوسف التوام اللي عنده، فهذه هما الاطفال او الابناء ديال يوسف الزروالي. هنا معنا على المباشر اخ يوسف الزروالي وبعض اصدقاء ديالو اللي كيستعدوا او كيوجدوا في هذه الاثناء لافتات باش يبداو في المناصره ديال يوسف الزروالي اللي بدات المحاكمه ديالو اليوم من امام المحكمه. انا كنشوفو كيتكلم في الهاتف. هادو هما ولاد يوسف الزروالي التوأمتين. سعيد كنصغد. سعيد قال لك كنصغد. انت من المناصرين ديال يوسف؟ من جيتي وعلاش جيتي؟ انا جيت باش نادي يوسف الزروالي، دائما كنجي على يوسف الزروالي، وبغينا اليوم اخر نهار البراءه ديالو. الله يطلق في سراحو. انت دابا كتصيبي معاهم لافتات؟ لافتات كنصيبهم. عرفتي هذاك الطريق؟ الدور ديالك تتعلقي هادو؟ كنصيب معاهم هذا الشيء، كنعاون سعيد المناضل. سعيد المناضل راه مشغول. سعيد المناضل راه مشغول. سعيد اش كدير؟ تنصايب. شدو تنصاغد وتنصايب. تنصايب. كتصوب ولا كتصغد؟ تنصاغب وتنصايب. كلشي. كنصغد راه. تنصاغب وتنصايب. أنت أول مغربي سمعته كيقول كنصغد، ماشي كنصوب. تنصايب كلشي فينا. حنا مكانسة مخلطة عندنا الهضرة، تنصايب وتنصاغد. تنصغد. سعيد هو أول مغربي كيقول كنصغد. فعاود كنصوب. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي في هذه الاثناء كيتم استعدادات باش تبدا، الله يحفظك، تبدا امام المحكمه الابتدائيه المناصرات ليوسف الزروالي. سيدي بخير، الله يحفظك. طبعا كنشوفوا حتى الاخ ديال يوسف هو اللي كيصوب الان معنا على المباشر. اخ يوسف الزروالي اللي الان كيستعد باش انه يوجد لافتات مناصره ليوسف. هاكا
هكا سعيد ديال من راه هذا هو جبل راه هذا زروالي واش زروالي حاج اللي توقعتكم اليوم هذه المحاكمه كنشوف فرحان عندك احساس زروالي صباحك مبروك الله يبارك فيك كتصوب اللافتات الصحافه اللي عندها مصداقيه عيطت لي واحد السيده دابا هذا فين هضر عيطت لي واحد خيت اختي عيطت لي واحد خيتي دابا من لندن قالت لي قول الوانكم علاش تقول يوسف الزروالي لا ماشي سوقنا خويا حنايا في قناه اخرين اذا مشاهدي قناه شوف تي في كنشوفوا انه الان يوسف معنا على المباشر اخ يوسف الزروالي اللي كيوجد لافتات مناصره للاخ ديالو وكذلك كنشوفوا كاينين بعض المحبين ديالو اللي حاضرين معنا الان هنا كنشوفوا انا سيدي هكا اجينا خويا هكا خلينا نديرو هنا كنشوفوا انه كيساعد الزروالي كيساعد لهذا الوقفه اللي غتكون تضامنيه مع الاخ ديالو وشفنا يعني عكس الجلسات السابقه اللي كنا كنشوفوه فيها مقلق هو الان كنشوفوه يعني بحال عنده واحد الشعور بانه غادي يكون خير طبعا لتذكير مشاهدي قناه شوف تيفي ان اليوتيوبر الشهير يوسف الزروالي متهم بالعديد من القضايا والجنح اللي متابع بها وهي النصب والسب والشتم وتزوير وثيقه وكذلك الشغال في مؤسسه بدون سند قانوني والعديد من التهم القرطاس طبعا حاضر معنا في المباشر الملقب بدري دري اللي تم احياء الفيديو ديالو اللي كيقولوا في بعض الصفحات ان الفيديو ديالو غيبقى يعني مستمر في 2280 يعني العديد من الصفحات اللي جبدات الفيديو ديال دري دري شنو هو الاحساس ديالك الفيديو ديالك ديال شحال هذه تجبد؟ من طبيعه الحال كتحس بان راك خليتي شي حاجه ارختي شويه على الاقل راه كاين ما بين التاريخ والتاريخ حيت اول مره مرا كدير جوج كتجي شويه غريبه زوينه فنيونه ذكرنا بها لا لا ما قلنا والو فعلا انا فاش كنت معتقل وما كنتش كنتفرج في التلفازه وفاش جيت وكانت من عاد الحكومه الجديده قلت ربما خرج قانون جديد مرا واتخات جوج قلت لهم كيف غنديروا لها واش ثلاث ايام هنا وثلاث ايام ولا حد للراحه ولا كيف غنديروا انا بغيت حيت انا مع اللي داروا اللي دارته البلاد قالوا ما طيشه انا بغيت غير نعرف حيت ولا بد خصك تعرف حقك وواجباتك اي السيده دارت جوج كيف غنديروا ليها واش نهار هنا ونهار هنا يعني من تبات عندك وتبات عند راجلها ولا تبات عند راجلك المهم ثلاث ايام مره هنا ومره لهنا ثلاث ايام كتجي زوينه حيت سريتي الماكله غتقاضى المهم دير ما كانت ثلاث ايام وتسنى ثلاث ايام واستراح ثلاث ايام مزيانه يعني هذا هو لا فيديو اللي ولات تحيه من جديد ودار درجه في مواقع التواصل الاجتماعي من موراه جات كورونا اذا مشاهدي قناه شوف تي في شفنا مؤخرا انه تم استرجاع اولا احياء القضيه ديال دري من جديد اللي كان خرج عبر قناه شوف تي في كيصرح على ان كان سجين او كان معتقل وفاش خرج لقى الزوجه ديالو تزوجات بجوج ديال الرجال وهو كيقول واش غادي تثبت عندي ان ثلاث ايام هو راجل الاخر ثلاث ايام ولا انا يومين راجل الاخر يومين فخلق واحد درجه اعلاميه دري انا ذاك طبعا في هذه الاثناء كاينه الاستعدادات
الوليه اللي كنشوف فيها اخ يوسف الزروالي كيلصق او كيوجد اللافتات اللي هي تعتبر لافتات مناصره او لافتات تؤيد يوسف الزروالي اليوتيوبر الشهير المثير للجدل المتابع في المحكمه الابتدائيه بالعديد من القضايا. هنا ام ادم اللي دائما وابدا كنشوفوها كتبكي، كنشوفي الانسان تتشوفيهم بأبناتي بكير واحد. ام ادم علاش كتبكي؟ كنت عانينا بزاف من خويا يوسف، عانينا بزاف، تنطلبوا من الله يغفر خويا يوسف. زين زين زين، تنطلب من صدر ربي، جايه تنطلب الله، تنطلب الله خويا يوسف يخرج. هو اللي هزني مسكين من اللي ولدت الوليد، هو اللي بزاف د الحوايج. كان يعرفنا شنو كناكلو وشنو ما كناكلوش. شنو اللي خلاك تبكي؟ وشرينا الدواء وشرينا الدواء. بغيت يخرج خويا يوسف، حنا محتاجين له بزاف. يطلق سراحو. بغينا يخرج، انا محتاجين له بزاف وبغينا يخرج لوليداتو. بغينا يخرج لوليداتو، تنترجاو الله وتنترجاو الله يخرج خويا يوسف. الوطن الملك. من الله. هنا في حالة ما إلا كان الحكم قاسي على يوسف، لأنه إلا تبتات في حقه الاتهام موجه ليه، شنو غادي يكون الشعور ديالك؟ غادي نعانيو بزاف، عانينا بزاف وغادي نعانيو بزاف، نتمناو من الله يخرج. نطلب الله يا ربي يسمعني اليوم، يخرج خويا يوسف، أنا محتاجين له بزاف. تترجى الله وشكرا. إذا كيف ما شفنا في الأول لحظة ديال البث المباشر الأول اللي كان فيه فقط شخصين في هذه الأثناء، ولينا كنشوفوا أنهم بداو كيحضروا الناس اللي كيحبوا أو المناصرين ديال يوسف الزروالي. ففي هذه الأثناء شفنا الأخ ديال يوسف كيفاش كان كيوجد اللافتات، كيفاش كان كيعلق الرايات، كيفاش كان كيستعد، كيفاش كان يعني كيحاول أنه يدير شي حاجه من اجل الاخ ديالو اللي هو المتابع الان. فهو الان في يد العداله، يعني اللي غادي تقول الكلمه ديالها في حق هذا الاخر. طبعا لتذكير مشاهدي قناة شوف تيفي أن موضوع يوسف هو المسلسل أو كمن وصفه به المسلسل فهم على حق، لأن اليوم الحلقة التاسعة اللي كنحضروا لها دائما يوسف متابع بالعديد من القضايا. اليوم غادي نشوفوا آخر المستجدات في الملف ديالو، نشوفوا واش غيتم النطق بالحكم أو المداولة أو شنو غادي يتم في هذا القضية. إذا كاين هنا حضور كبير ديال رجال الأمن الوطني في هذه الأثناء اللي كيتواجدوا في جنبات المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس من أجل تأمين هذه الوقفات التضامنية مع اليوتيوبر الشهير يوسف الزروالي. كيف ما شرت قلت من قبل أنه أحيانا كتقرب أن هذه الوقفة التضامنية تخرج عن السيطرة لولا تواجد ديال رجال الأمن الوطني اللي كيرجعوا الوضع للمكان الصحيح ديالو، فتحية لهم من هذا المنبر. فهذه هي الأجواء من أمام المحكمة مشاهدي قناة شوف تيفي. كيف ما شرت سبقت لأنه كاين تواجد أمني كبير وباقي يعني باقي في هذه الأثناء يعني الدعم أو لا التحاق عدد آخر أو لا مجموعة أخرى من رجال الأمن الوطني، لأنه كيف ما شرت وقلت كل ما زاد عدد ديال المناصرين كل ما تضاعف عدد رجال الأمن أمام المحكمة باش يكون يعني باش تكون المحاكمة في ظروف عادية.